بحزم وقفت هذه الشابة في عوكر تحمل بيدها الكوفية الفلسطينية، وإلى جانبها وقفت مجموعة من الشباب الذين تداعوا على الفيسبوك للمشاركة في اعتصام أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة. احنا اخترنا أول شيء السفارة الأمريكية لحتى نعبر عن رفض عام، بعدين الخطوات المقبلة حنوقف قدام السفارات العربية. نحن اليوم اجتمعنا هنا للتأكيد على أننا مع المقاومة الفلسطينية أينما كانت وأينما وجدت، وأن لبنان سيبقى أرض مقاومة. نحن عم نتضامن معكم، نحن مش ناسينكم، نحن معكم والله يكون معكم. أنا فلسطينية من طبرية بس كنت بسوريا وإجيت لهون حتى كمان أشوف شو صار بغزة، إجينا كمان نوقف نتضامن مع غزة واللي عم بيصير بغزة، ولازم كل العرب وكل العالم توقف مع غزة. حملة الاحتجاجات لم تقتصر على هذا التحرك، فبدعوة من الحزب السوري القومي الاجتماعي نظم اعتصام أمام مبنى الأسكوا في وسط بيروت، شددت فيه الكلمات على أن ما يحصل هو محاولة لتصفية المقاومة الفلسطينية. المشهد تكرر في عاصمة الشمال طرابلس، حيث خرج أهالي الميناء في مسيرة نددت بالحرب على غزة وطالبت المعنيين بالتضامن مع أهل القطاع.